مرة ثانية مساكم الله بالخير في تكملة حق الفيديو اللي طاف. بالفيديو اللي طاف سولفنا عن البورتوفينو ام وشلون البورتوفينو ام كأنتري ليفل سوبر كار تقدرون تقولون من فراري ومواصفاتها والشخصيات اللي تعطيك اياها سواء هي مكشوفة ولا اذا فتحت اذا سكرت الكشف الشغلات هذه اللي تميز البورتوفينو ام. اليوم نبي نروح مكان جديد نوعا ما بالنسبة حق فراري، ديزاين لانجوج جديد، تصميم مختلف، لاينات مختلفة. واحدة من الفراريات اللي يعني بالسنوات السابقة او خلينا نقول خلال السنة ونص من 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 انطلاق او اطلاق هذه السيارة غيرت شوية مفاهيم وغيرت قناعات من ناس ما كانت عندهم سيارات فراري، توجهت حق زباين يدد، توجهت حق ناس متعودين على سيارات اللاينز ملوتها وايد كيرفي مدورة فيها هانشز، فيها شغلات ما كانت موجودة في فراريات سابقة. سيارتنا اليوم الفراري روما، طبعا موديل 2021. السيارة أنا يمكن صورت لكم إياها قبل فترة وكانت بري برودكشن فيكل أو هنقول بروتوتايب، ما كانت إنتاج نهائي. هذه اللي اليوم معنا هي الإنتاج النهائي. راح أخذكم بجولة سريعة من برا وبجولة سريعة من داخل، بعدها نركب وأعطيكم إكسبيرينس النقلة النوعية في تغيير فراري. للأمانة فراري في هذا الموديل يعني تغيرت وايد، صارت شيء ثاني. لاحظوا الزوايا اللي ممكن تشوفونها في الفراري روما من هني من قدام، هذا المنظر إذا شفته في المنظرة الخلفية أو الجامع الرير فيو ميرر مالت سيارتك وانت قاعد تشوف فراري روما وراك، أمانة شيء جميل فوق يعني شيء مو طبيعي. كان سايد بروفايل مال السيارة واللوك الجانبي، والله ما أدري من وين أبلش وياكم، يعني ما أدري شنو أقول لكم أحلى زاوية، بس باعتقادي يمكن أنا صار لي حين 3 ساعات قاعد أفصفص السيارة، إذا تشوفون هذه الزاوية بالتحديد بالنسبة لي هي أحلى زاوية ممكن تشوف السيارة فيها. شوف الإضاءة الخلفية، ما تدري هي إضاءة ولا هي جناح ولا ما أدري يعني صراحة السيارة هذه بشكل عام أنا بالنسبة لي واحدة من أجمل السيارات في فئتها أنك ممكن تقتنيها. وبنفس الوقت نفس ما قلت لكم، أكسبيرينس الفراري اللي موجود في كل سيارات فراري موجود هني ولكن في تصميم جديد. شكرا يا راعي الموستنج. في تصميم جديد، في شكل جديد، في ديزاين جديد، في لغة تصميم جديدة، ويعني شيء للأمانة يعني لأي درجة إن حتى مفاتيحهم تغيرت وصارت شيء جديد. خلونا ندخل داخل السيارة ونوريكم السيارة بكل تفاصيلها من الداخل. بسم الله. لاحظوا الدور فلاش، تحط ايدك وتشغلها. اول ما ندخل نشوف ان هذا صار كله شاشتنا الجديدة مالت فراري. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بالستيرنج ويل كان في وايد دقم، صاروا كلهم تاتش. ندوس بريك وندق السيارة سلف. شغلنا السيارة. بسم الله. انا تعمدت اروح في مكان شوية ظلمة بس عشان اوريكم شلون طريقة فراري تغيرت. هذا السكان يشابه السكان اللي متعودين عليه ولكن هذا سكانهم الجديد، المانيتينو صار ما في كريمات هني. التحويل كله يبين لك اياه من الشاشة، يقول لك انت على اي مود، الكومفورت الوت ولا السبورت ولا الريس، ولا ان انت مطفي التراكشن كنترول كلش. عندك العداد الار بي ام صار موجود بالنص هني، نقدر نشوف النافيجيشن او الرادو او ايا كان. ولكن هذه الشاشة العملاقة قاعد تريح المستخدم وايد لانه يقدر يشوف
وايد امور في نفس الوقت بوضوح عالي وبترتيب وايد حلو. هني هني بالنسبة حق الشاشة اللي بالنص صراحة ممتازة، وايد سهل استخدامها، مو معقدة، طريقة التاتش مالها وايد سيمبل وبسيط وسهل، ويعني كأنك قاعد تستخدم تليفونك، ما فيها اي عقد، اي امور ممكن خلينا نقول ضايق. الماب 3D يعني شيء بسيط جدا. هني لاحظوا الجير بوكس، او خلينا نقول اذا تبي تشكه قري مثلا او تحطه مانيوال او اوتوماتيك او لونش كنترول، لاحظ انه حتى لما تختار لاحظوا الاضاءه شلون شكلها وايد حلو. فطبعا هذه بشكل عام، ما عليه بس نسكت السياره. خلونا الحين نطلع نتمشى بالسياره ونعطيكم تفاصيل الفراري روما. بسم الله الرحمن الرحيم. انا يمكن في بدايه الفيديو قلت لكم ان الغرض من هذه السياره كخطوه اولى كان ان فراري تبي تدخل على ناس ما كان عندهم فراري، تبي تدخل على كاستمر جديد كان متعود يسوق سيارات ثانيه غير الفراري، تبي توريه عالم فراري ليش سبيشل. اغلب الناس من هو ياهل، من هو 7 6 7 8 سنين يدري ان الفراري سياره وايد سبيشل، يدري ان الفراري سياره وايد مميزه، ولكن وايد من الناس ما حالفهم الحظ انه يعرفون ليش، شنو اللي يميز الفراري، شنو الاكسبيرينس مع الفراري. ارجع واقول لكم نفس موضوع البورتفينو، انت وين ما تحط ايدك على اي سيرفس تحط ايدك لازم يكون وايد هاي كواليتي، لازم يكون يكونون مسوينه بشكل وايد متقن وبطريقه ان انت تحس ان المبلغ اللي دفعته بصراحه صدق يسوى. يعني اللي بتكلم عليه في هذه السياره او حنقول في الفراري روما هي لغه تصميم السياره والكاستمرز اللي رايحت لهم فراري، الناس اللي رايحت له، الكلاينت اللي رايحت له، العميل اللي تبي تجذبه فراري. صار كل شيء عندنا شاشه تاتش، شيء التصميم وايد مريح حق العين، ما في اشياء اجريسيف تبين ان هذه السياره والله مثلا مخصصه حق حلبه او مالت حلبات او غيره. يعني حاولوا يخلون السياره حتى حق العين مريحه كثر ما يقدرون، وبنفس الوقت السياره مريحه في الشارع بشكل يعني انا بالنسبه لي اريح من البورتفينو. يعني انا الحين الشارع اللي انا فيه شارع ممتاز ما في شيء، مساع سقنا تقريبا يمكن 3 ساعة و25 دقيقة. السياره جدا مريحه، المطب اللي انا قاعد اطقها مطبات الحديد، ما عندي اي مشكله، مو لازم اخفف واوقف السياره وكذا. لما قالوا ان احنا نبي السياره تكون جي تي كار حق ناس ما جربوا فراري من قبل، للامانه عرفوا. انا بالنسبه لي هذه واحده من السيارات اللي فراري بالضبط عارفين الشخص اللي بيشتريها، عارفين الشغلات اللي يبيها، عارفين الشغلات اللي تحبها هذه الشخصيه، ومقدمينها كلها في باكج وايد جميل، وايد مرتب، سواء التصميم الداخلي او الخارجي وايد حلو. اكو ناس تقول انا الفراري وايد تتشابه من داخل، هذه هي الاختلاف، هذه هي النقله النوعيه، هذه هي الخطوه الجديده، هذه على الاسف 90 صارت من داخل سياره ثانيه، صارت مو هي الفراري اللي متعودين عليها، ولكن مع الحفاظ على الهويه، محافظه على هويتها، ولكن صارت شيء جديد. قاعد تمشي سياره وايد اجريسيف وياك، ولكن بنفس الوقت تبيها اجريسيف. السياره موجوده عندك فوق ال 600 حصان تقدر تستعملهم اي وقت، عندك وايد امور تقدر تستانس منها بس عشان الصوت، خلوني ارفع الجامه. عندك هذه الامور كلها موجوده وهذا الفن كله موجود، ولكن لك الخيار تبي هذا ولا تبي شيء ثاني. اسمع مثلا Thank you.
مستحيل تورك بهالسيارة يعني أول ثاني تبدل ثالث إيه هذا الشعور. بالنهاية كانت هذه تجربتنا مع البورتفينو أم والفراري روما. شكرا 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 حق فراري من الإيست، يعطيكم ألف عافية. الإكسبرينس كله ممتاز، من المطار، من الـ من الـ من فندق بولغري، من تجربة الفراري. عشنا الـ يعني عشنا حياة صج لكجري. حسيت إنك إن اللي بيسوق هذه السيارة لازم ياخذ هذا الإكسبرينس كله. فمشكورين يا فراري من الإيست، مشكورين قامت على الدعوة. نشوفكم على خير في فيديوهات جاية وتغطيات جاية إن شاء الله في الكويت وبرا الكويت، وفي أمان الله.